هاي الدراسة قاست أوزان الأطفال، عملت لهم إحنا بنسميها البي إم آي، وشافت تحصيلهم العلمي وقدراتهم العقلية، ولقت إنه كل ما زاد وزن الطفل كل ما كان قدراته العقلية العليا، إحنا عم نحكي اللي هي الذاكرة، التركيز، والقدرة على اتخاذ القرارات، والقدرة على تثبيت القرارات السلبية، كل ما بتكون أضعف مع زيادة الوزن. نعم دكتورة، في تفاصيل هذه الدراسة حكت الدراسة أن السمنة تسبب تغييرات دقيقة في شكل أدمغة الأطفال وتؤثر على المادة البيضاء المسؤولة عن إرسال الإشارات العصبية، وهي تغيرات يعلق عليها الباحثون بأنها تؤخر القدرات العقلية والإدراكية للأطفال الذين يعانون زيادة الوزن. شو رأي حضرتك؟ هو طبعا هي اصلا دماغ الاطفال دائما في تطور مستمر، والماده البيضاء بتضلها تتكون وتعمل تشابكات عصبيه طول ما الطفل عم بيكبر وعم بيتعلم وبتزيد مع التعليم. نعم. اللي صار بالدراسه انهم درسوا ادمغه هاي الاطفال عن طريق تصوير الرنين المغناطيسي، الا انه احنا بس قدرنا نشوف هاي التغيرات بالرنين. نعم. ولكن الدراسات اللي انعملت بالحيوانات بتقول انه السكريات الاحاديه والدهون المشبعه بتاثر على احنا بنسميه البلود برين بارير، او الغشاء المحيط بالدماغ اللي بيحميه من السموم اللي قد تكون متواجده في الدم. نعم نعم. هذا الغشاء يتاثر سلبا مع هاي السكريات والدهنيات، وبالتالي بيكون الدماغ وبالذات منطقة المسؤولة عن القدرات العقلية العليا اللي اسمها الهيبوكامبس أكثر عرضة للسموم الموجودة في الدم. وكمان في مادة اسمها PDNF، هاي مهمة جدا لتطور القدرات العقلية، مهم انه يكون اللي سميناه الغشاء المحيط بالدماغ في احسن حالاته عشان توصل هاي الكمية بكميات كافية، هاي المادة بكميات كافية للهيبوكامبس، فبالتالي كمان ما بتوصل كفاية، وبالتالي كمان بتتأثر القدرات العقلية للأطفال. نعم دكتورة، وهون كتير مهم انه نسمع منك نصيحة فعليا للعائلات اللي عندهم أطفال ممكن انه يكونوا عم بيعانوا من زيادة الوزن. متى نعرف انه هذا الوزن هو وزن زيادة عند طفلنا، وأي شهر، وقديش اليوم ممكن انه نزول الوزن يؤثر بشكل ايجابي انه ما يصير عنده اي مضاعفات من الوزن الزائد؟ هلا شوفي، بسمنة الاطفال احنا صراحة نهدف الى الوقاية بشكل نعم. اساسي. نعم. عشان هيك توعية الاهالي، زيارات الدورية عند طبيب الاطفال، الاطفال بيزوروا الطبيب يعني باول سنة تقريبا كل شهر، بعدين بيصيروا بالاعمار الاكبر كل 6 أشهر كل سنة، فبالتالي بيقدر الطبيب دائما يكون دائما بكل زيارة بيكون في قياس وزن وطول، فدائما بنعطي الاهل انه زي الارم، انه انتبهوا انه الموضوع بلش يخرج عن السيطرة قبل ما يخرج عن السيطرة، لانه كثير صعب انه تشتغلي مع اطفال 4 و5 سنين على دايت. بالشغلة الثانية كمان انه احنا دائما 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 بنحفز انه الاطفال يكونوا مشتركين بنشاط رياضي بشكل روتيني، يعني الاطفال كلهم بنطوا بيلعبوا، بس احنا صراحة مع الشاشات، مع قعدتهم بالبيت، مع التكنولوجي، صار شوي تحدي للاهل انه احنا دائما نشرك اولادنا بنشاطات خليهم يتحركوا. فدائما احنا كاطباء اطفال كل ما منقيس الطول والوزن بالعيادة، كل زيارة منعلق وين إحنا على الشارت، هل إحنا في عنا خطر سمنة، ما فيش عنا خطر سمنة، ومنبلش نحكي للأهل عن خيارات غذائية صحية. طبعا الأهل كمان لازم يكونوا هم بتبعوا نظام غذائي نوعا ما صحي، لأن الأطفال تعرفي بتعلموا بالتقليد، فمش معقول أكون أنا كل الأكل بالبيت جونك فود وأنا طول النهار باكل أشياء مش صحية وأطلب من أولادي إنهم يأكلوا أكل نعم. صحي. نعم 100%. شكرا جزيلا لك دكتورة على هذه المعلومات المهمة، وبالتأكيد يعني بنرسل كل هاي الرسائل الصحية الإيجابية لكل الأشخاص يديروا بالهم على أطفالهم وتحديدا وزن الأطفال. شكرا جزيلا.